ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده، ويا رب يعجبكم التخليص. بس دي اول حلقه تنزل من الجزء الجديد، وبصراحه انا شفت الحلقه وخرافيه جدا بمعنى الكلمه، واظن ان انمي بليتش غني عن التعريف عند كل فانز الانمي يعني. ويلا بينا نبدا عشان ما اطولش عليكم. ده هو كروسكي، شخص شينيجامي عنده قوه جباره لمحاربه الوحوش، ومعاه زمايله بيساعدوه في محاربه الوحوش اينوري شادو ايشين، وكلهم اقوياء جدا. بالمناسبه الوحوش دي بتتسمى بالهولو، ودي وحوش جايه من عالم تاني وبتاكل البشر والارواح اللي موجوده في عالم البشر، وهنشرح ده قدام شويه. نرجع بقى للماضي 5 دقايق، بنشوف بنتين من الشينيجامي جايين من مجتمع الارواح عشان يحموا عالم البشر من الهولو، والبنت دي اسمها شينو والتانيه اللي معاها اسمها ريوكي. بتحدد كل واحده منهم مكان عشان تروح فيه. بتروح ريوكو تقعد فوق الجسر اللي في وسط البحر عشان تكون شايفه كل حاجه من فوق. بتفكر يا بنتي والله، وهي قاعده كده وعماله تدعي انها ما تقابلش ولا وحش، وفجاه بتبص فوق بتلاقي اللي واقف في وشها. الدعاوي قلبت معاها بالعكس تماما، بيبص لها بنظرات رعب وبيضحك لها ضحكه شيطانيه تخوف جدا. يا الهي، البنت مخضوضه ومرعوبه ومش عارفه تعمل ايه. وفجاه بنسمع صوت صريخ البنت دي وهي بتحاول تهرب منه، والهولو عمال يجري وراها ومش حاللها خالص. بتقول انها لازم تتصل بصاحبتها وتحذرها، لكن صاحبتها ما بتردش عليها هي كمان، بتفضل تجري لحد ما بتوصل عندها. ولكن المفاجاه والصدمه مع بعض، بتلاقي صاحبتها الوحش ماسكها في ايديه وغرقانه في دمها. الرعب بيدب في قلبها تاني ومش عارفه تعمل ايه. بتحاول تخرج السيب بتاعها لكن ايديها عماله ترتعش من الخوف ومش عارفه تطلعه. وفجاه بيوصل الوحش اللي كان بيطاردها وبيقف من وراها وبيضربها ضربه قويه جدا بتخليها تنزل دم من كل حته. بتقع البنت على الارض وبتفتكر ذكرياتها وخلاص هتموت. ومع اخر ضربه للوحش بيجي نصل قاطع وبيقسم الوحش النصين، والوحش التاني بيبص بيشوف في ايه ويلاقي ايده اتقطعت هو كمان. بيمسك شادو البنت صاحبتها وبينقذها من الوعقة، وكمان بتيجي اشياء طايره وبتعمل ضوء اصفر على البنت دي وبتشفيها وبعدها بتختفي. بعدها بنشوفها وهي بتقوم ولكنها حصلت حاجه، الابطال عالجوها وانقذوها وانقذوا صاحبتها كمان. وبتيجي الحته اللي في قلب كل المتابعين وبتسالها انت بخير؟ بيحضر فريق كورسك كله، والوحوش بدات تخرج لهم من كل مكان وبتحاصرهم كلهم. بيحاول وحش من الوحوش يهاجم على انوري، لكن انوري بتعمل حاجز وبتضربه بيه، وكمان شادو بيديهم بوكس واحد للوحوش دي بيطيرهم بعيد، وإيشيد بيطير في السماء وبيهاجم عليهم الاسهم بتاعته وبيقتل عدد كبير منهم. عاش يا رجاله والله. بيجي وحش يهاجم على كروسكي لكن كروسكي بيفعل عليه البانك باي الخاص بيه. وبيقتل كل الوحوش دي بضربه واحده. بعدها بيروحوا كلهم للبيت بتاعه وبيقعدوا مع بعض كلهم. بتفوق البنت دي اللي بقالها يومين نايمه عشان اصابتها كانت خطيره شويه. انا مش فاهم مجتمع الارواح بيبعت شينيجامي ضعاف ليه. بتخش عليهم انور وجايبه لهم اكل، وكلهم بيتجمعوا مره تانية وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وفجاه وهم بياكلوا بيدخل عليهم شخص غامض ولابس قناع في وشه زي الارانكر كده، وبيقول لهم ان اسمه ايبان. بيبص له كروسكي كده وبيقول له انا مش عاوز اعرف انت مين، لكن انزل من على السرير بتاعي. بيقول له يعني هي دي المشكله؟ بيقول له اه. بيقول له لا مش نازل. بنلاقي كروسكي بيديله في وشه وبيطيره بعيد وبيبدل جسمه وبيروح وراه. بيقول له كروسكي ليه ارانكر زيك بيهاجمني؟ بيغضب الشخص ده من كلمه ارانكر وبيطير في السماء وبيطلع سلسله زي بتاعه ايشيد الكوينشي كده وبيخرج السلاح تبعه منها. ده كوينشي ده، الموضوع طلع اكبر بكتير مما كنا فاكرين. في اثناء الوقت ده بنشوف اتنين من الشينيجامي وهم بيحققوا في اختفاء سكان قريه كامله بدون اي اثر ليهم، لحد ما هم ماشيين وبيلاقوا اثار اقدام لكن بتكون كلها جنب بعض وفي مكان واحد، وبيعرفوا ان سكان القريه دي كلهم اتخطفوا. بعدها بنروح لمجتمع الارواح وبنشوف القائد الاعلى لمجتمع الارواح كله ياماموتو، وفجاه بيخش عليه ناس لابسين لبس ابيض وبيقتلوا واحد من اتباعه قدامه وبيعرفوه ان هم من طائفه السلام وبيعلنوا عليه الحرب. تعالوا بقى نشرح العالم الجامد ده. اولا في 3 عوالم، عالم البشر وعالم مجتمع الارواح وعالم الهيسوماندو. نبدا بقى بعالم البشر. ده بيكون لو حد مات فيه عن طريق الغلط، يعني مش موته طبيعيه، روحه بترفض انها تسيب عالم البشر وبتتحول لاشباح، لكن مفيش حد من البشر بيقدر يشوفهم وكمان بيفضلوا مكانهم، وبتظهر لهم سلسله في جسمهم، ولازم يجي واحد من الشينيجامي اللي بيعتبروه اله الموت بالنسبه ليهم انهم يحرروهم بتقنيه عندهم اسمها الكونسو. فكرتها بقى انها بتبعت الارواح دي كلها لمكان اسمه السول سنتر، وده بيكون المأوى تبع الارواح. طيب لو مفيش حد بقى من الشينيجامي يحرر الارواح دي، ايه اللي بيحصل؟ الفكره بقى هنا ان السلسله دي لو صدت او اتاكلت الروح دي بتتحول لوحش الهولو، نتيجه ان الروح دي ما راحتش لعالم الارواح، بتفضل بقى الروح دي تكون تايهه في وسط البشر
وقعدت كتير لحد ما فزت تماما وملاها الغضب والفقدان، وبعدها بيكون الاكل بتاعها هي انها تاكل ارواح البشر اللي عايشين، لكن ما بيكونش حد شايفها لانها تعتبر روح. كده فهمنا عالم البشر. نبدا بقى في عالم الهيسوماندو. ده عالم بيلم كل الارواح اللي اتحولت للوحوش وبيفضلوا ياكلوا بعض لحد ما بيحصل لهم عمليه تطوير من الارواح الوحوش اللي هم اكلوها، وبيتطوروا لكذا مرحله لحد ما بيوصلوا للتطور النهائي وهما الاسبادة. الاسبادة دول بيتاخدوا شكل البشر شويه، وكمان بيكون عندهم قوه جباره جدا. لكن كل ده انتهى في الجزء الاول من الانمي، بس بما اننا عملنا حلقه من الجزء الجديد فكنت لازم افهمكم انمي بليتش ماشي ازاي. نبدا بقى بعالم الشينيجامي. الشينيجامي دول بيتصدوا لاي روح بتهدد البشر او اي خطر عليهم جاي منهم. مهمتهم الحمايه وتطهير الروح قبل ما تفسد، وهم كمان اقوياء جدا وبيستخدموا سيوف اسمها الزامباكتو، وده بيديهم قوه جباره برضه عشان يتصدوا للوحوش. في بقى زمان طائفه اسمها كوينشي، والكوينشي دول بشر بس عندهم قدرات روحانيه كبيره وبيقدروا يقتلوا الهولو بسرعه كبيره جدا. لكن الطائفه دي اتقتلت كلها على ايد الشينيجامي. ليه السبب؟ لان الكوينشي دول كانوا بيقتلوا الهولو بشكل عشوائي، وده كان بيسبب خلل بين العوالم، لكن الكوينشي ما كانوش بيوقفوا قتل فيهم لحد ما دخلوا في قتال مع بعض والشينيجامي قتلوهم كلهم، وما تفضلش غير ايشيد وابوه بس، او هو ده اللي احنا شفناه من الانمي لحد الان. نرجع بقى لكروسكي، ولسه عمالين يهاجموا على بعض. بيقول في نفسه ازاي معاه سلاح كوينشي زي ده وكمان عنده قناع زي الارانكر. كروسكي مش فاهم حاجه. بعدها بنشوف الناس البيض دول وهم لسه بيسالوا القائد ازاي عالم مجتمع الارواح ده حمايته ضعيفه جدا. بيقول لهم لا ما تقلقوش، طول ما انا هنا فانا كفايه ان احميه لوحدي. وفجاه وهم واقفين بنلاقي المساعد بتاعه راشق في الحيط وفي سهم طاقه ضخم راشق فيه، وبسرعه خاطفه من القائد بيكسر السهم اللي فيه المساعد بتاعه. بيحاول يهاجم على الناس دي لكن بيجي ظل اسود كده وبيدخلوا فيه وبيختفوا. بعدها بنشوف كروسيكو والشخص ده عمال يهاجم عليه وهو بيتصدى لكل هجومه. بيقول كروسيكو انه لازم يستعمل البنكاي بتاعه عشان يخلص عليه بسرعه، وهو بيفعل البنكاي الشخص ده بيطلع شيء من جيبه وبيقول له انه كان مستنيه من بدري عشان يستعمل البنكاي الخاص بيه. وفجاه بنشوف طاقه كبيره جدا في السماء، لكن تشيجو بيدمر كل الاسهم بتاعته وبيهاجم عليه بهجوم قوي جدا. بعدها بنشوف ان الشخص ده لسه عايش وبيقول ازاي البنكاي بتاعه ما اختفاش. بيساله كروسيكي ايه اللي انت بتقوله ده، لكن ما بيردش عليه وبيجي زله وبياخده وبيختفي هو كمان. بعدها بنشوف مكان غريب وبنشوف الناس البيض دول وهم ماشيين، وبيلاقوا ايبان هناك اللي كان بيقاتل كروسيكي من شويه، وبيشوف الشخص ده وبيتنمروا على بعض لحد ما فجاه بنلاقي ايد الشخص ده انقطعت وبيظهر شخص غامض من قدامهم، وبيقول لهم انه ما بيحبش حد يتخانق قدامه وان هو بيحب السلام. وبتخلص الحلقه على كده. اكتبوا لي في التعليقات عاوزين نكمل في السلسله دي ولا لا. بما انني فتحت كام سلسلة فهنظم كل كام يوم حلقة من كل مسلسل. وما تنسوش انكم تشتركوا في القناة الجديدة، وما تنسوش الاشتراك واللايك، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسلام.